السلام عليكم. الحين قاعد اجيب لكم لعبه كراش تو كراش انسين ترولوجي في اي 3. خلونا نشوف اللعبه. كراش تحرش فينا. كراش. السلام عليكم تو اول سعودي. السلام عليكم. طيب اوكي الحين نكمل. والله خش علينا كراش. يلا. طيب زي ما تشوفون نفس لعبة كراش العادية اللي متعودين عليها. هذا بردقة اللي نسميه بردقة حنا. هو يقول بودي جارد اتوقع بعدين قالوا لا ناس يقول كلام فاضي. اوكي كراش. كراش 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 الريماستر او الريميك خلينا نقول. طيب. التحكم وش حبدا لكم اياه؟ التحكم كأنه القديم احس يعني ما حسيت في فرق كبير. خلينا نشوف. هذا او هذا الوقت. انا ايش اخذت الوقت الحين المفروض ما اخذ الحين مسوي مشكلة. اوكي. اللعبة تمشي على 30 اطار واضح اصلا. لكن هذا ما يمنعها تكون ممتعة صراحة يعني. المشكلة لسه اذكر انا من لعبة كراش القديمة نفسها بالضبط. نسخة طبق الاصل كل شيء نفس الشيء. بس طبعا الحين الجرافيك صار احسن. فتحس فرق اكبر في الرسوم. وهذا شيء ممتاز جدا. للامانه ناس كثير يحبون كراش، ناس كثير يحبون كراش، ما في شيء كثير اتكلم عن اللعبه هذه غير انها طبق الاصل نفس القديمه. اوه طحت. اوكي. طبق الاصل نفس القديمه من ناحيه الجيم بلاي نفسه، بس الرسوم طبعا تطورت صارت احسن. وراح يكون فيها طبعا ثلاث اجزاء كلها. انا الحين ما ادري اي جزء العب، الظاهر الثالث او الثاني او الاول والله ما ناسي من جد. زي ما تشوفوا طبعا واضح ان الجرافكس في الاضاءه في اماكن زي ما تشوفين الحين عليه الظل عليه في اضاءه بنفس اللي فوق الاطار او خلينا نقول الرف هذا اللي كنت ماشي عليه. يعني ضبطوا الجرافكس، كراش جرافكس جديد يعني. مهما اتفلسف مهما اقول ما راح يتغير هذا الشيء. كراش جرافكس جديد. نفس لعبه كراش اللي حبيناها بس جرافكس جديد. اوكي خلينا نعيد. مثل ما شفتوا كراش جرافيك جديد ما في شيء اقدر اقول عنه شيء ثاني. اللعبه راح تنزل قريب جدا اخر الشهر هذا اتوقع 30 يونيو اذا ما كنت غلطان. فاللي يحب كراش لازم يشتريها، انصح يشتريها. وزي ما شفتوا كراش جرافيك جديد، هالكلمة بعيدة كثير لأن هذه فعلا زي ما هي نفس التحكم جرافيك جديد. يعطيكم العافية، مع السلامة.